يعني فاروق انا بصبح عليك طبعا، صباح الخير. صباح الفل يا نهاوند، طبعا بصبح عليكي وعلى كريم وعلى كابتننا الكابتن صديق الجمال حبيبي الله يخليك، وعلى كل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني طمنا كده وقول لنا الكواليس عندك اخبارها ايه يا فاروق، ويعني عايزين كاننا قاعدين معاك كده، ادينا صوره حيه عما يحدث والبرنامج النهارده ايه ما دار فيه، يعني الاجتماعات مع كابتن باتشو موسيماني والاداره، خلينا نعرف منك. يعني خليني اقول لك يا نهاوند، يعني عقب المباراه الاخيره للفريق النادي الاهلي امام فريق الحرس الوطني، يفوز النادي الاهلي بسته اهداف مقابل هدف وصعود لمرحله المجموعات، فمستر بيتسو موسيماني كان ثاني يوم اللعيبه يعني عملت ريكفري وكان تمرين خفيف للعيبه اللي شاركت في المباراه، فضل مستر بيتسو موسيماني ان يدي راحه للاعبين. الثاني في استعداداته لمباراه الاسماعيلي وانطلاق الدوري كان المران الرئيسي بالامس، يعني كان تمرين الساعه 1:30 ظهرا، كان يعني قبل المران كان تجمع اللاعبين الساعه 12:30 في ملعب قطار الاتش. نقدر نقول ان من قبل المران مستر بيتسو موسيماني كان عقد محاضره فنيه مع اللاعبين، اتكلم على بطوله الدوري واهميه بطوله الدوري بالنسبه له وبالنسبه للاعبين بالنسبه للجمهور، حاول يشتغل على الدوافع النفسيه ويجدد الامور بالنسبه للاعبين، اتكلم على البدايات، قال ضروره البدايات واهميه البدايات، اتكلم على فريق الاسماعيلي بالتحديد انه كان لاعب من الفرق يعني من المباريات اللي كانت سبب في خساره الاهلي للدرع الدوري الموسم الماضي، اتكلم على اهميه هذه المباراه واتفرج يعني مع بعض، جاب يعني عرض للاعبين اخر مباراه اتلعبت ما بين الفريقين اللي كانت على استاد الاسكندريه وانتهت بالتعادل اللي جاب هدف لكل فريق، اتكلم مع بعض مع اللاعبين على بعض الامور الفنيه الخاصه بفريق الاسماعيلي مع التدعيمات اللي عملها بعد المحاضره اللي انطلق المران اللي شاب، يعني نقدر نقول حاله معنويه عاليه جدا من اللاعبين، الصفقات الجديده يعني شايفنا الانسجام بدا يبقى بصوره كبيره وصوره ملحوظه، سواء بنت تاو سواء ميسوني حسام حسن عمار حمدي اللاعب احمد عبد القادر، اللعيبه الصفقات الجديده مدى انسجامها مع اللاعبين اعتقد ده هيكون ليها دور كبير النهارده في يعني في المباراه وفي التشكيل مع مستر بيتسو موسيماني. طبعا حاله التالق اللي كانت في الفتره الاخيره سواء لكهرباء، عوده حسين الشحات تالق وعوده قفشه، عوده حاسه التاديب لمحمد شريف، كلها امور ادت ارتفاع للروح المعنويه عند مستر بيتسو موسيماني، يعني تقدر تقدري تقولي يا نهاوند ان مستر بيتسو موسيماني هيبقى في حيره من امره في اختيار ال 11 لاعب ان شاء الله اللي يكونوا على تشكيل النادي الاهلي لهذا اللقاء، لكن احنا واثقين في اي 11 لاعب ان شاء الله يا نهاوند هيكونوا موجودين في ارض الملعب ان شاء الله هيأدوا المهمه وتكون بدايه مهمه جدا امام فريق الاسماعيلي. عايز اقول لك على نقطة مهمة ايضا، كان الفريق توجه للاسماعيلية بالامس تمام الساعة الرابعة عقب انتهاء المران، كان الوصول للاسكندرية في تمام الساعة السابعة سريعا، يعني كان الدور الاداري اللي بيقوم به الجهاز الاداري للنادي الاهلي وكل لاعب الى غرفته، ثم تناول وجبة العشاء، ثم الخلود الى النوم، ثم انطلق اليوم النهارده بوجبة الافطار اللي كانت في تمام الساعة العاشرة صباحا للاعبين، يعني عقب وجبة الافطار مستر بيتسو موسيماني اتكلم مع بعض اللاعبين، كانت اجتماعات ثنائية جمعت ما بينه وما بين محمد شريف، محمد مجدي قفشة، اتكلم مع علي جانجي مع السولية، اتكلم مع أيمن أشرف مع اللاعبين، حاول إن هو يشتغل على الدوافع النفسية للاعبين، ثم هتكون وجبة الغداء إن شاء الله في تمام الساعة الثانية، والمحاضرة الفنية لمستر بيتسو موسيماني هتكون في تمام الساعة الرابعة والنصف، ثم التحرك الى ملعب المباراه يكون في تمام السادسه والربع، بيبعد يعني الملعب عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي 15 دقيقه، يعني بكثير فريق يكون موجود في قلب في استاد برج العرب او استاد الجيش برج العرب تمام الساعه السادسه ونص قبل انطلاق المباراه بساعه ونص. عايز اقول لك برضو ان طاقم التحكيم المكلف به باداره هذا اللقاء يكون الكابتن محمد عادل، هيعاون يوسف البطاطي واحمد توفيق الطرب حكم ثاني، الحكم يكون حكام المساعدين، حكم رابع يكون محمود وفا، وهيكون موجود على تقنيه الفار احمد الغندور ومحمد السبعش. اقدر اقول لك ان من الكواليس من الامور اللي احنا بنشوفها للاعبين، لا في تركيز شديد جدا يا نهاوند عند اللاعبين. حلو قوي. طبعا حلو قوي يا فاروق، انا اسمح لي بقى عايز اروح معاك لنقطه عشان نحاول ناخد منك كل المعلومات، معلش فكره هنا الجماهير بقى، كلمنا برضو عن يعني مدى انعكاس ده عند اللعيبه، اكيد طبعا اتكلموا في فكره هنا اول ماتش بقى بنتكلم وعوده الجماهير واحساس مختلف، والكواليس عندك برضو ازاي يعني خلينا نعرف. من الواضح انا عملت من قريب من الكواليس كواليس شويه، لان نقطه الجماهير يعني كلمنا فيها كلام مع بعض اللاعبين
عايز اقول لك انا هوندي، ودي حقيقه لا تقبل الشك، ان النادي الاهلي النادي الوحيد اللي بيتاثر بجمهوره. عدم وجود جمهور النادي الاهلي كنوعيه جمهور النادي الاهلي ما يكون موجود في المدرج بتبقى اكبر حافز للاعبين، حتى ولو كان العدد الموجود قليل لكن بتدي اكبر دافع للنادي الاهلي. النادي الاهلي واحد من اكثر الفرق في العالم اللي بيتاثر بعدم وجود جمهوره، وجود جمهور النادي الاهلي مديها دوافع جديده. الدوري شكل الدوري اللي يعني التقنيات اللي بيتم نقل بيها الدوري مديه حوافز كثيره جدا رفع الروح المعنويه عند اللاعبين. يعني مش هنقول ان دي مباراه، لا اللي هيتابع المباراه مش هيقول ان دي مباراه في بدايه الدوري، لا دي انت بتتكلم في مباراه في منتصف الدوري. خلاص الصراع بيشتد، كل العوامل يعني المقدمه ان شاء الله ان احنا نشوف مباراه كويسه. لكن الامر المهم جدا برضو ان احنا بنركز فيه العداله التحكيميه، الامر ده مهم جدا سواء للنادي الاهلي سواء للنادي الاسماعيلي او اي فريق، لازم تكون العداله التحكيميه متوفره طبعا للجميع، ودي نقطه مهمه جدا. لكن يا نهاوند عايز اقول لك ان الامر ده وجود الجمهور بالظبط منعكس انعكاس يعني بصوره كبيره جدا على اللاعبين. برضو لو كريم يعني كريم دايما بيحب يسال على الحاله المزاجيه والحاله النفسيه للاعبين، اقول لك يا كريم ان الامر ده بالنسبه للاعبين خلاص عقب الفوز الاخير والنتيجه الفوزيه بالنسبه للاعبين قدام جمهور النادي الاهلي رفعت الحاله المعنويه عند اللاعبين. اللعيبه اتعهدت ان بدايه الدوري ان شاء الله اللعيبه مش هتفرط في اي نقطه ان شاء الله، يعني البدايه ان شاء الله تكون النهارده امام فريق الاسماعيلي باذن الله. ان شاء الله كلنا نسعد بمتابعه مباراه قويه. كل الشكر ليك زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه النادي الاهلي.